هكذا أدى الآلاف من أبناء تعز شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بساحة الحرية وفي مختلف الساحات والميادين، يستقبلون العيد رغم الحرب ويخرجون إلى الساحات رغم القصف، يصومون ويصمدون رغم الحصار ويفرحون رغم الحزن والألم. معنا الأستاذ علي عبد الله سعيد الضالعي القيادي في اللقاء المشترك. أستاذ علي، حدثنا عن هذه الثنائية التي تدورها وتصنعها هذه المدينة. الإنسان يعجز عن التعبير عندما يرى كل هذه الوجوه من النساء، من الرجال، من الشيوبة، من الأطفال، من الشباب، وهم يحتفلون برغم كل القذائف، برغم كل القصف، فإن هذه تعبير عن معجزة تعز، عن صمود تعز، أن حشد هذا اليوم يريد أن يقول للناس جميعا أننا لا نريد الحرب ولكن الحرب من حولنا، إننا نريد السلام ولكن السلام بعيد وليس أمامنا، للوصول إلى ما نطمح إليه إلا أن نشق طريقنا عنوة وقوة حتى نحقق الدولة الوطنية المدنية الواحدة. بكل تأكيد فإن أبناء تعز من خلال هذا الاحتشاد الكبير يريدون أن يبعثوا رسالة واضحة وقوية، مفادها أنه لا يمكن لميليشيات الحوثي والمخلوع الغازية والوافدة والغريبة والمعتدية أن تتجاوز هذا الواقع، واقع المقاومة والصمود، واقع التصدي والتحدي، ولا أن تقفز على كل البطولات وعلى كل الحقائق على الأرض وعلى كل التضحيات وعلى كل الدماء التي أهرقت من أجل كرامة وحرية هذه المدينة. يريدون أن يبعثون رسالة واضحة مفادها نحن هنا، نحن أصحاب الأرض والقضية، أصحاب الحق والحقيقة، وتبقى الميليشيات مجرد كابوس طارئ وسحابة سوداء عابرة وانتفاشة مؤقتة وستزول. عبد القوي العزاني، يمن شباب، تعز. أجواء عيدية مميزة في محافظة المهرة، حيث للعيد طعمه ومذاقه الخاص لما تعيشه المهرة من استقرار وسكينة ينعم بها مواطنوها. الحمد لله محافظتنا تزهو بالأمن والأمان، الحمد لله على كل حال. العيد في حصوين، طبعا بعد صلاة العيد نسوي الزامل بعد الصلاة مباشر، ونتجه لكل البيوت بعد يعني بعد الصلاة. بالنسبة لنا هنا في المهرة الأوضاع لا زالت أفضل من غيرنا من المحافظات، ولكن نتمنى أن تكون الأوضاع تحسن بشكل عام على مستوى اليمن. عندنا العيد الحمد لله في محافظة المهرة عيد يلتقي فيه الجماعة والأصحاب والأخوان، ويلتقي فيه جميع الناس، ولله الحمد أي طيب الحمد لله، ويلتقي فيه كل جميع الفصائل الموجودين في المهرة، سواء من المهرة واللي من الخارج، نتعايدون نصلي في جماعة ونتعايد كلنا. أبناء المهرة في هذا العيد تحذوهم الآمال في أن يسود الأمن والسلام كافة محافظات اليمن، وأن تتوفر للمواطن كهرباء وماء وكافة الخدمات العامة. أولا للسلطة المحلية في محافظة المهرة ممثلة بالأخ محمد عبد الله كدة، نتمنى منه أن يقوم بتحسين الأوضاع وأن يوفر الخدمات للمواطنين ويعمل على تثبيت الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات في الوضع الصحي والكهرباء والمياه والتعليم وغيره. أتمنى من السلطة المحلية اهتمام بالمهرة بشكل جيد بمجال الكهرباء والمياه والصحة، هذه الأمور الثلاثة الأساسية في حياة كل إنسان.
موجهين برقيات ورسائل عيدية تدعو للسلام الدائم على مستوى الوطن اليمني والأمة العربية والإسلامية جمعاء. ونهني إخواننا في محافظة المهرة والوافدين في محافظة المهرة والأخوة إخواننا في اليمن، وندعو لهم إن شاء الله بالتسامح والصالح بينهم وإلى الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله بإذن الله. رسالتنا نوجهها لأخواننا في سوريا وفي اليمن خاصة في الشمال وفي العراق وفي فلسطين، ونقول لهم أيامكم سعيدة والجاي أفضل إن شاء الله. بالنسبة للجمهورية والقيادة اليمن بشكل عام، نتمنى أن تتوقف الحرب وينهى الانقلاب وتعود الأوضاع على ما كانت عليه، كما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالأمن والأمان على مستوى العالم العربي والإسلامي، ويعود العام الجديد وقد تحقق للأمة قرارها أو رخاءها وأمنها واستقرارها. أتمنى أن الأخوة الفرقاء أن يجتمعوا على طاولة المفاوضات ويخرجوا بنتائج سلمية من أجل استقرار اليمن، من أجل البعد عن إنهاء الدماء وإنهاء الثارات وإنهاء كل المشاكل، وأن تكون اليمن هي اليمن السعيد فيما آتي من الأيام. هذه فيما يخص اليمن إن شاء الله. أما يخص الأمة العربية والإسلامية، أتمنى أن نعم السلام والأمن والأمان لكل أمتنا الإسلامية من شرقها إلى غربها من كل أطرافها. عيد مميز في محافظة المهرة، وما يميزه الأمن والسلام والنظام، ويجد المواطن كل ما يحتاجه للعيد. عبد الله كلشات، يمن شباب، المهرة. هكذا صدحت حناجر الوافدين ممن أتوا إلى هذا المصلى في مشعر ديني يعظمون فيه رب السماء بمنطقة بلاد اليوب في محافظة الضالع، مشهدا يستمعون فيه إلى خطبة العيد ويؤدون الصلاة. خطيب العيد حث الناس على أهمية ترسيخ أواصر المحبة والإخاء والالتزام بتعاليم الإسلام كونها طوق النجاة. فالله جل وعلا أيها الإخوة أمرنا بالتمسك بدينه، أن نعمل بهذه الشرائع، وأن تزكو بها نفوسنا، وأن تهذب بها أخلاقنا، وأن تقوى بها صلتنا بالله سبحانه وتعالى حتى نلقى الله. الالتفاف حول الشرعية والتصدي لجماعة الانقلاب ومشروع الموت، واعتبار الحسم العسكري هو الخيار المناسب لإخراج البلاد من محنتها، أهم ما أكد عليه خطيب العيد. رسالتنا للتحالف أن يكمل مهمته، وأن يعلم أن أمن اليمن واستقراره من أمن السعودية ودول الخليج، إما أن يتم هذا الأمر وتحسم هذه الحرب، وإلا فالضرر قادم علينا وعلى غيرنا. المصافحة والعناق واحد من الطقوس التي اعتادها الأهالي بعد الانتهاء من أداء الصلاة. هو للتآخي والتصالح وإزالة الشحناء والبغضاء من قلوبهم والأحقاد، وهذا مما يدل على مجتمع مترابط ومتآخي. زيارة الأقارب وصلة الأرحام إحدى الطقوس العيدية، وفيها يتعاطى الزائر الحلوى كدليل على حفاوة اللقاء ومقدار الزائر. معنى العيد التصالح والتسامح وتآخي والترابط، تكاتف ووصلة الأرحام. صلة الأرحام واجب ديني، ولا يحل العيد إلا به. وللأطفال حكاية أخرى، فيبدأون يوم عيدهم بارتداء الملابس الجديدة، وينتهي بزيارة بعضهم البعض مع تبادل حلوى العيد. رغم مآلات الحرب وتجدد المواجهات، إلا أن ذلك لم يمنع الأهالي من أداء الطقوس العيدية وقضاء فرحة العيد. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.